السلام عليكم ورحمة الله. طلبة المرحلة الأولى في قسم تقنيات هندسة المضخات كلية التقنية الرمسية بجامعة فرات الأصل التقنية، رحب بكم بالمحاضرة الأولى بعد عطلة عيد الفطر المبارك. أتمنى لكم إن شاء الله أيام سعيدة ومباركة، وربي يتقبل صيامكم، ويا رب إن شاء الله تكون آخر أيام أو أشهر هذا الوباء، إن شاء الله ربي يعود عليكم صحة وسلامة وعافية. نكمل اليوم في درسنا اللي يعني تركناه بالمحاضرة اللي سبقت قبل لا يبدي العيد، قبل لا تبدي عطلة العيد وعاصفة القرارات والأمور اللي صارت واللي كلكم شفتوها. بصراحة هي ما تغير من أنه يعني النقطة الأساسية هي المادة العلمية، يعني بغض النظر عن طريقة الامتحان سواء ورقي أو إلكتروني، المهم يعني تأخذون المادة العلمية والامتحان يكون يعني بالطريقة اللي تكون بها. طيب، أنا وعدتكم بالمحاضرة اللي مضت أن أعطيكم مثال إضافي شلون نحسب السنترويد للأشكال الغير منتظمة، وقلنا الأشكال الغير منتظمة بها نوعين، النوع اللي يكون بمعادلة والنوع الثاني اللي راح ناخذه اليوم بعد هذا المثال اللي جاي من مجموعة أشكال منتظمة. قلنا الأشكال المنتظمة اللي هي المثلث والمربع والدائرة المستطيل. طيب، حتى نذكركم بس أنه بالمحاضرة السابقة كان موضوعنا شلون نحسب السنترويد للأشكال الغير منتظمة، وقلنا عندنا ثلاث نقاط أساسية. أولا نحسب مساحة الشريحة، بعدين نعرف حدود التكامل، وبعدين نطبق القوانين مالتنا اللي هي قانون X وقانون Y، وصراحة نعيد هاي الخطوات حتى تظل ثابتة يعني بذاكرتكم. طيب، هسه عدنا هذا المثال اللي تشوفوا أمامكم، هاي المساحة تابعة للمعادلة Y يساوي X أس 2 على 3، و الشريحة ممكن ناخذها بصورة أفقية أو صورة عمودية، وشرحنا بالمحاضرة السابقة شلون تريد تاخذها بالطريقة اللي تعجبك، ما عندنا أي مشكلة. لما تاخذها بهاي الطريقة اللي تشوفها هسه أنت حاليا، الطريقة العمودية، يعني قلنا الشريحة تتحرك على محور الأكس، وإذا تريد تاخذها بالطريقة الأفقية راح تتحرك على محور واي، وهاي القوانين الأساسية اللي هي أحداثي الأكس وأحداثي الواي، اللي هي تكامل الاكس في الدي اي على دي اي، وتكامل الواي دي اي على دي اي. وقلنا الدي اي هي يعني الشريحة، ابعاد الشريحة، الشريحة يا اما تكون اكس في الدي واي بالحالة هاي الاولى، او تكون واي في الدي اكس بالحالة الثانية، او قلت لكم انا فضلت لكم تاخذون الطريقة الاولى هي اللي تكون بها الشريحة عمودية بهالشكل هذا، على مود تتحرك على محور اكس. وقلنا هاي السكة إذا تتذكرون مقدار الحركة هي حد التكامل، فهسه إذا تشوفون هذا يتحرك من هاي النقطة اللي هي صفر إلى هاي النقطة اللي هي 8، إذن بكل سهولة عرفت حدود التكامل هي من 0 إلى 8. طيب، المساحة مال هذه الشريحة قلنا الصغير هو دي اكس، والبعد الكبير اللي هو واي، اللي هو نفس المعادلة هذه اللي هي واي يساوي اكس أس 2 على 3، واي يساوي اكس أس 2 على 3. طيب، صارت عندي معادلة الشريحة اللي هي واي في الدي اكس، ومكان الواي ايش راح اعوض؟ قلنا احنا ما يصير الاكس ويا الواي، فما دام عندي دي اكس الواي احولها، الواي هنا شي يمثل اكس أس 2 على 3، فراح اعوض مكان الواي اكس أس 2 على 3، وبالتالي المعادلة راح تصير كلها بمتغير واحد اللي هو الاكس، يعني راح يصير عندي المعادله مالتي دي اي اللي هي للشريحه يساوي الاكس اس 2 على 3 في الدي اكس. هاي الحاله الثانيه اذا اردت تاخذ الشريحه بصوره افقيه بالعكس، راح يصير عندنا دي واي في الاكس، والدي واي راح تظل ثابته، والاكس هنا اللي انت راح تاخذها شو تمثل؟ تحول هاي المعادلة
وتاخذ 8 ناقص اكس. ليش؟ لان عندك هذا مسافه اكس المجهوله والطول كله هو 8، فراح تاخذ البعد اللي متبقي هو 8 ناقص اكس. طيب مكان الواي قلنا ايش راح نخلي؟ نخلي اكس اس 2 على 3 اللي هو معادله الواي، اكس اس 2 على 3 اللي هو معادله الواي. والدي اكس راح ينزل يكون ثابت هو مكانه، الاكس راح ينزل يكون ثابت هو بمكانه. هذه طبعا اللي تشوفوها اللي هي اكس والواي على 2، هاي النقاط اللي تشوفوها، يعني المسافه من سنتر الشريحه لمحور الاكس هاي واي على 2، والمتبقيه هي اكس، هاي المسافه اللي هي اكس من سنتر الشريحه الى محور الواي، من سنتر الشريحه الى محور واي. فمن تريد تعوض هسه، تعوض مكان الواي، تعوض اكس اس 3 على اس 2 على 3 عفوا في الدي اكس. شوف الفرق هنا بين اذا اخذت الشريحه افقيه واذا اخذتها عموديه. ليش دائما انا افضل لكم ان تاخذوها بالصوره العموديه وعلى محور اكس؟ شوفوا هنا الفرق بالمسافة بين الاكس وهذا البعد شوية خلاها معقدة نوعا ما، هاي كأنها ما مقارنة مثل ما تشوفون، كأنها ما مقارنة. فأسهل نوعا ما بالنسبة لك، أسهل نوعا ما إذا أخذت الشريحة على محور الاكس الحركة مالتها اللي هي إذا تشوفوا هذا بجهة اليسار، اللي تشوفوه بجهة اليسار. طيب المعادلة مثل ما تشوفون اللي هي معادلة المساحة مالت الشريحة راح تكون واي في الدي اكس، الواي هذا الواي اخلي مكانه قيمة الاكس اللي هي اكس اس 2 على 3، هاي نزلت نفسها اكس اس 2 على 3. المعادلة صارت بسيطة كلها بدلالة اكس، والتكامل ان نضيف واحد للاس وتقسم على الاس الجديد، نضيف واحد للاس وتقسم على الاس الجديد، وتقدر تحسبه كرقم يطلع لك رقم جاهز، ماكو اي مشكلة، رقم جاهز ما في اي مشكلة. تعوضه بصورة مباشرة بعدين، بس تعوضه وين؟ تعوضه بالمقام بالمعادلة، تعوضه بالمقام بالبسط. لازم تشيل هذا التيرم كله وتخليه كما هو، شيل هذا التيرم كله وتخليه كما هو. وهذا اللي اقصد بيه انا. اللي اقصد بيه انه هذا التيرم اللي هو هسه هنا اكس اس 2 على 3 في الدي اكس، هذا تابع لمن؟ تابع الهاي اللي هي الدي اي. والاكس هنا هي مالت القانون، الاكس هنا هي مالت القانون. هذا بالمقام ما يحتاج تخليه بهالشكل، مباشرة تخليه بالرقم اللي تستخرجته سابقا، مو تختصر البسط والمقام، ما يصير هذا بالرياضيات. طيب هنا بكل سهولة، هنا اكس اسها 1، هنا اكس اسها 2 على 3، تجمعهن يطلع اس جديد وتردد كامل النوب من جديد، وتعوض قيمة التكامل هنا اللي هي من 0 ل 8 اللي قلنا هي مدى الحركة مال الشريحة، مدى الحركة مال الشريحة. بس هنا قيمة المساحة مالت الشريحة طلعت 19.2، طلعت 19.2. هنا تقدر تعوضها اللي قلت لك بيها بالمقام، وهنا مثل ما تشوف حدود التكامل من 0 الى 8، هاي طلعتها خارج التكامل ما احتاجها اللي هي 19.2 اللي هي المساحة مالت الشريحة. وتبقى عندك هاي الاكس مال القانون اللي هي هاي، ومكان الدي اي كلها اخلي هذا اكس اس 2 على 3، اكس اس 2 على 3. تضيف الواحد بعدين تقسم على الاس الجديد اللي هو 3 على 8، يطلع لك المعادلة هاي اللي تشوفها. تعوض مكان الاكس 8 تبسطها يطلع قيمة الاكس 5. يعني الاحداثي بالنسبة للسنتر مال الجسم تمشي بمسافة 5، تمشي مسافة 5 من الـ8. بعد بالنسبة للواي نشوف ايش قد الاحداثي مالته حتى نحسب السنترويد مال الجسم بصورة كاملة، تنحسب السنترويد مال الجسم بصورة كاملة. بالنسبة للواي، بالنسبة للواي هاي المعادلة اللي هي واي داش دي اي،
على جي اي نفس هذا المقام نفسه هو اللي هي 19.2، بس هنا الفرق الوحيد مكان الواي هنا اذا تشوفون الواي هذه كلها هي واي، انا احتاج بس المسافة من سنتر الشريحة المحور اكس اللي هي نص هاي الواي، فخلي هنا واي على 2. طيب هي اصلا الواي قد؟ هي الواي اصلا اكس 2 على 3 وقسمها على 2، فصارت اكس 2 على 3 في اكس 2 على 3 يطلع عندك هذا الترم الجديد، وعوض نفس حدود التكامل. ومثل ما قلت لكم الحلو بالموضوع ان حدود التكامل تظل ثابته من بدايه خطوات حل السؤال الى النهايه، ويطلع هنا بالنسبه لواي 1.48. اذا انا على الاكس 5 واصعد من الاربعه 1.5 تقريبا 1.43 يكون عندي السنتر مال هذا الشكل، يكون عندي السنتر مال هذا الشكل. هذا يعني كل ما يخص موضوع السنترويد بالنسبة للأشكال الغير منتظمة، بالنسبة للأشكال الغير منتظمة. أجي هسه للسنترويد إذا كانت عندي الأشكال منتظمة، إذا كانت عندي جاي من أشكال منتظمة، شلون أحل المثال؟ شلون أحل المثال؟ طبعا هسه شوفوا هذا المثال اللي شوفوه أمامكم. تباوع له هو شكل غير منتظم، هذا اللي بالازرق هو شكل غير منتظم، بس اذا تشوفه منين جاي؟ جاي من مجموعة اشكال منتظمة. تباوع لهذا تلقاه مثلث، تباوع لهذا كله تلقاه مربع، هذا اللي ما موجود تلقاه مستطيل وهكذا. فقصدي انه لما يكون ما بي معادلة وتشوفه جاي من اشكال منتظمة، اذا السنترويد ينحسب بالطريقه الثانيه اللي هي طبعا اسهل بهوايه من الطريقه الاولى، بس يراد لها شويه دقه، يراد لها شويه دقه، وتنحل بطريق طريقه الجدول، تنحل بطريقه الجدول. هسه راح اشرح لكم طريقه الجدول بالتفصيل على كيف خطوه خطوه حتى يعني تكون واضحه بالنسبه لكم، تكون واضحه بالنسبه لكم. طيب اول شيء انت لازم تسوي الجدول مثل ما هذا الطريقه اللي امامك، طبعا هو القانون نفسه بالمناسبه، هم اكس يساوي الاكس داش في الاي على الاي، بس هنا مكان التكامل سمويشن. ليش سمويشن؟ لان هو مجموعه مساحات، مجموعه مساحات جاي من مجموعه مساحات. طيب اجي اباوع للشكل، اقول اني كم مساحه عندي هسه هنا منتظمه اذا تشوفوها؟ طبعا انت بكيفك تقدر تقول اني جاي عندي، لاحظوا هنا اقول هذا مثلث وهذا مستطيل وهذا مربع الصغير، هاي فرضية انت تقدر تفرضها الاولى. اكو فرضية ثانية انت هم تقدر تفرضها، تقول لا هذا مثلث وهذا كله مربع وهاي الما موجودة مستطيل، والما موجود لا تنسى تعطي اشارة سالبة. ليش؟ لان شي ما موجود هو، فلازم تكون مساحته بالسالب، لازم تكون مساحته بالسالب. انا دائما انطي مثال على الباب، اقول هذا الباب اللي تشوفوه امامكم اللي هو مترين بمتر، المساحة مالته الطول في العرض، اذا سويت به فتحة يعني كدائرة خليتها بالوسط شلون تحسب المساحة مالته؟ هم تظل نفس هالمساحة المترين في المتر؟ لا، اكو مساحة انوخذت من عنده، اللي انوخذت هي هاي راح تكون بالسالب، فلازم تحسب مساحة الباب كلها اللي هي 2 في 1، وتطرح منه مساحة الدائرة اللي هي هاي اللي اخذناها من عنده. نفس الشيء بالنسبة لهذه الامثلة، اي مساحة ما موجودة او فراغ تقدر تحسبها وتعطيها اشارة سالبة، حتى اذا ردت تاخذ هذا كمربع كله فلازم تحسب هذا المستطيل الصغير وتعطي إشارة سالبة. طيب على فرضية المثال هسه اللي هو منطينا إياها، ماخذ هذا الحكي اللي هو ماخذ المثلث مساحة رقم 1 وهذا المربع اللي هو مساحة رقم 2 كله، ولازم هذا الشكل اللي هو البقع الصغير المستطيل اللي هو أبعاد 2 في 1 مثل ما تشوفون، لأن هاي الأبعاد كلها موجودة، هذا 1 وهذا 2، لازم تحسبه وتعطي إشارة سالبة، فيكون عندي 3 مساحات، مساحة المثلث، مساحة المربع، ومساحة المستطيل اللي ما موجود إشارته سالبة. طيب أول شيء تعطيهن علامات أو إشارات أو كلمات، يعني شنو؟
هسه هو هنا كاتب 1 2 3، لازم من نجي اشوف الواحد واثنين وثلاثة وين، لان بالنسبة لك انت طالب فلان الواحد المثلث، الاثنين المربع، ثلاثة المستطيل، بالنسبة لطالب ثاني لا، الواحد المستطيل، اثنين المثلث، ثلاثة المربع، فالتسميات بكيفك. اكو طالب ثاني لا، يكتب يقول مثلث مربع مستطيل، يكتبها triangle rectangular square. فالمهم انه انت ترسم المساحة مالتك وتأشر لي عليها، بحيث من اجي اشوف واحد انا اروح اجاوبه عقبل انه هذا دا اقول هذا الطالب دا يحسب للمثلث. ليش؟ لان منطي هنا واحد وخال علامة واحد على المثلث. فخطوة رقم واحد انه تخلي علامات على المساحات اللي تريد تحسبها. فخلي نمشي نسوي اللي ماخذ المثال، يعني المثال ماخذ الرقم 1 للمثلث، رقم 2 للمربع، رقم 3 للمستطيل الما موجود هذا الفراغ اللي هو هنا. طيب اشرناهن، هسه نحسب المساحات مال الاجزاء اللي اشرناهن. طيب مساحة المثلث شنو؟ نصف القاعدة في الارتفاع. اجي هنا موجودة القاعدة مالته 3، الارتفاع ايش قد؟ شوف هنا 1 و2 3، نفسها هي هاي البعد مال المستطيل هو نفس الارتفاع مال المثلث، فنصف القاعدة في الارتفاع نصف قاعدة 3، الارتفاع 3، تطلع المساحة 4.5. شارتها شنو؟ موجبة. ليش؟ لأن موجودة. طيب نروح للمساحة الثانية اللي هي مساحة المربع، طول في العرض أو نفسه هو البعد 3 في 3، تطلع 9، ايضا اشارته موجبة. ليش؟ لانه موجود، باغلبه موجود، بس اكو شيء مأخوذ منه، هذا المأخوذ منه هو راح نحسبه هسه ونعطي اشارة سالبة، اللي هو هذا المستطيل ابعاده 2 في 1، فهاي 2 في 1 وطيناها اشارة شنو؟ سالبة. واكد على هذا الشيء. ليش؟ لان اي خطأ بكل خطوة من هاي الخطوات كلها تحسب لك السنترويد يعني بشكل خاطئ. هو سهل بس يحتاج ان تدقق بالخطوات وما تنسى الاشارات وما الى ذلك. طيب اجي هسه احسب سمويشن المساحة الصافي اللي عندي. ابو الصافي هو مجموع جبري فقط لا اكثر ولا اقل، فهنا 4.5 و9، اقول 4.5 و9 13.5، ناقص 2 هاي اشارتها سالب 11.5، اذا مجموع المساحة اللي عندي هو 11.5. شوفوا هو هاي الخطوة النهائية، هذا القانون، هاي هسه الخطوة رقم 1 اللي هي مجموع المساحات اني حسبتها. بعد ايش عندي؟ عندي شيء اسمه الاكس داش الواي داش، بعدين الاكس في الاي، بعدين الواي في الاي. هسه اجي اشرح لكم اياها واحدة واحدة، شنو الاكس وشنو الواي وبالنسبة لكل شكل شنو معناها. راح اجي الاكس داش هي المسافة من سنتر الشكل نفسه المفرد اللي انت حسبته المثلث او المستطيل او المربع او الدائرة الى محور واي، الى محور واي. ليش الى محور واي؟ باو عان هنا مسميها اكس، فاكيد المسافة لازم افقية، فمن سنتر المثلث الى محور واي هاي صارت مسافة افقية، في حين الواي بالعكس من سنتر الشكل الى محور اكس. طيب هسه نجي الملاحظة ثانية، هو شنو السنتر مال الاشكال هذه؟ شنو السنتر مال الاشكال هاي؟ السنتر مال المستطيل نص الطول مالته والعرض سهلة، وسنتر المثلث هو ثلث الضلع القائم، ثلث الضلع القائم او ثلثين الضلع البعيد عن الزاوية القائمة. يعني شنو؟ بس هذا مو المثلث، هاي الزاوية القائمة، فهاي كلها 3، تحسب من الزاوية 90 ثلثها راح يكون عندك بعد السنتر مال المثلث وثلث الارتفاع، يعني ثلث من القاعدة وثلث من الارتفاع يصير عندك السنتر مال المثلث. طيب المثلث 3 قاعدته، ثلث هج قد؟ 1، منا تحسبها، اذا منا ثلثين ترى دير بالك، حسبت 1. طيب الارتفاع مال المثلث ايش قد؟ هم 3،
فأصعد من هاي النقطة بمقدار الثلث اللي هو واحد، احسبت هذا السنتر مال المثلث. من سنتر المثلث المحور اكس هو هذا اللي اريده هنا نسميه اكس داش. طيب اكو بي سالب وموجب، شنو هذا السالب والموجب؟ اذا هذا البعد اللي هسه حسبناه يوازي المحور الموجب تعطي اشارة موجبة. هسه هنا يوازي الاكس الموجب لو السالب، اكس الموجب اذا اشارته موجبة. اذا هنا يوازي المحور السالب لا تعطي اشارة سالبة. طيب ايش قد هاي المسافة؟ واحد. موجب لو سالب توازي المحور الاكس الموجب، هاي هنا واحد. طيب يجي للشكل رقم اثنين، بس احنا دا نحسب للاكس. شكل رقم اثنين ايش قد الطول مالته؟ ثلاثة، والارتفاع ثلاثة. اذا السنتر مالته من المنتصف، منها واحد ونص، منها واحد ونص، صار هذا السنتر مال المربع. طيب المسافة الاكس هي شنو؟ هي من سنتر الشكل الى محور واي، من سنتر الشكل الى محور واي ايش قد؟ واحد ونص. شوفوا هاي واحد ونص. سالب لو موجب؟ سالب. ليش سالب؟ لان توازي المحور الاكس السالب، خليت هنا واحد ونص للسالب. نجي لاخر شكل اللي هو المستطيل، اللي هو المستطيل. اجي هسه من سنتر المستطيل الى محور الواي، من سنتر المستطيل الى محور الواي، انا بس اجي احسب شغلات لا تنسوها. هو المستطيل ايش قد البعد مالته؟ شوفوا هنا البعد مالته واحد. ايش قد اخذ منه؟ نص، صارت هنا بالنص. ارتفاع ايش قد؟ اثنين. ايش قد اخذ منه؟ واحد، فصارت هنا بالضبط. انا اريد من سنتر المحور واي. طيب هي هاي منها اثنين ونص، فاثنين ونص، هاي خليت هنا اثنين ونص. بالسالب ليش بالسالب؟ نفس الكلام، لان توازي محور الاكس السالب. خلصت هاي بالنسبة للاكس. نفس الحكي بالنسبة للواي، بس من السنتر مال الشكل نفسه هذا هسه اللي حكيناه، هالمرة المحور اكس، هالمرة المحور اكس. خلينا نشوف هالما يخالف. نجي هسه انا مو خليت هذا السنتر مالتي للمثلث، الحد محور اكس ايش قد؟ واحد، هذا مبين منها واحد لان ثلث الارتفاع. طيب يوازي الواي الموجب لو السالب؟ لا يوازي الواي الموجب، اذا هنا موجب واحد. اجي للشكل هذا رقم اثنين، ايضا واحد ونص هنا، يوازي يا محور الواي الموجب، اذا هنا واحد ونص للواي الموجب. طيب اجي للشكل الثالث اللي هو المستطيل، شوفوا هنا المستطيل هو هنا السنتر مالته اللي محور اكس. اني نص الاثنين السنتر مالتها ايش قد؟ واحد، هاي واحد، وهنا جتها بعد واحد اثنين، اذا هذا السنتر هو راح يكون اثنين، وايضا اشارته موجبه. لان الخطوتين هن تحصيل حاصل. ليش تحصيل حاصل؟ لان الاكس في الاي هو ناتج هذا الاكس في هذا الاي، فاربعة ونص طبعا مع التأكيد على الإشارة، يعني موجب في الموجب موجب، سالب في الموجب سالب، وهكذا سالب في السالب موجب. طيب أربعة ونص في واحد، هاي أربعة ونص. تسعة في واحد ونص، 13 ونص. ليش؟ إشارة سالبة، موجب في السالب سالب، سالب في السالب هنا موجب. شوفوا انتبهوا، هاي جدا مهمة، هي موضوع بسيط جدا، أسهل موضوع هو بالميكانيك، بس يحتاج فقط تركيز. اثنين في اثنين ونص، خمسة. هذا الصف نفس الشيء، بس هالمرة الواي في الاي، يعني تاخذ هذا الصف الاي. اربعة ونص في واحد، هاي اربعة ونص. تسعة في واحد ونص، 13 ونص، بس هنا موجب. ليش؟ لان موجب بموجب الاشارة. سالب اثنين في موجب اثنين، سالب اربعة، وتاخذ المجموع الجبري مالتهم. بس هنا المجموع الجبري مالتهم يعني شنو؟ اربعة ونص ناقص 13 ونص زائد خمسة، وما لك علاقة حتى وان طلعت الإشارة بالسالب. فهنا طلعت هسه الأكس في الأي سالب أربعة، وهنا الواي في الأي طلعت موجب 14. القانون بكل سهولة، الأكس هو هذا الترم اللي هو الأكس في الأي على الأي، والواي اللي هو الإحداثي مالت الواي، الواي في الأي على الأي. طيب الأكس في الأي جيت سالب أربعة على المجموع مال المساحات 11 ونص، سالب 4 على 11 ونص يطلع سالب 0.3. هذا البعد الاول. البعد الثاني اللي هو الواي، واي في الاي
14 على مجموع المساحات اللي هو سموشن اي 11.5، ف 14 على 11.5 يطلع 1.22. من تجي تريد تمثلها بالرسم، بكل سهولة تجي للرسم تقول الاكس ايش قد يقول؟ سالب 0.34، فمن هنا السالب يعني من هنا الحساب. هاي ايش قد؟ من هنا تقريبا هنا صار سالب 0.3. طيب ايش قد تصعد بالنسبة للواي؟ 1.22، فهي هاي اللي هنا 1، هنا تصير 1.22. اذا هذا هنا راح يصير السنتر مال هذا الشكل كله، السنتر مال هذا الشكل كله هو هذا الشكل الصحيح، هنا راح يصير السنتر مالته. بناء على اي شكل يجيك مهما يكون الشكل اللي يجيك هو هاي الخطوات الصحيحة لحساب السنترويد مالته، هو هذا خطوات لحساب السنترويد مالته. يعني هذا كان كل ما يخص موضوع السنترويد بشقيه ونوعيه، اللي هو السنترويد من الأشكال الغير منتظمة اللي هو جاي من الانتجرال يعني معادلات، والسنترويد اللي جاي من الأشكال المنتظمة اللي هو هاي تشوفوها مثلث مربع دائرة مستطيل. راح نعطيكم بعد في الجزء الثاني نعطيكم مثال ثاني على هذا الموضوع ونختم هذا الموضوع، نتحول للموضوع اللي بعده اللي هو موضوع المومنت اوف انيرشيا او عزم القصور الذاتي. هو راح يكون المومنت اوف انيرشيا هو يعني تقريبا خاتمة الستاتيك، بعد ان شاء الله ناخذ موضوع الدايناميك، موضوع الدايناميك ان شاء الله.